بكم في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي يفرض علينا المكوث في البيت كإجراء وقائي للحذر من تفشي فيروس كورونا، أود أن أقترح عليكم اليوم كتابا يعد باكورة الأعمال الروائية للكاتب والأديب المغربي محمد برادة. إنها رواية لعبة النسيان الحائزة على الرتبة 46 في قائمة أفضل 100 رواية عربية. هي رواية متعددة الأصوات تعرض تجارب شخصية الهادي، الفتى الذي ولد في حي قديم بفاس. يتمحور هذا العمل الأدبي حول فقدان الهادي لأمه للا الغالية، وهو ما خلف في نفسه اغترابا ذاتيا ومكانيا، كما يبرز ظروف عيش المجتمع المغربي قبل وبعد نيل الاستقلال. هي رواية ذات أطروحة وجودية ووطنية تتداخل فيها تيمات عديدة. يمارس فيها الراوي لعبة النسيان، نسيان الآلام والأوجاع. أدعوكم للغوص في أعماق هذا المؤلف البارز وقراءة رواية لعبة النسيان للكاتب والأديب المغربي محمد برادة. حفظنا الله وإياكم بكل سوء.